انا جاب لي ربي نجاوب على نفسي جو بونس كو سي سون نيفو صراحه هذا هو مستوى. نعم استمع لي لي شونس ومن بعد ما كاش انا با بي اكسبلوزي. نعم عطينا غيتون وما قاله بعد نهايه المباراه حمزه. Ouais, un match nul, on est un peu déçu pour ça parce qu'on voulait la victoire pour les supporters. Mais voilà, c'est un bon match de test pour nous. C'est un match qui va nous servir par la suite parce qu'on a joué une bonne équipe. Il y a beaucoup d'enseignements à avoir sur ce match. Donc on va voir ce qui n'a pas été, on va travailler dessus au prochain stage. Et Inch'Allah, ça va aller par la suite. Ouais, on sait qu'on doit, on doit travailler dessus. Après, voilà, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. Donc comme j'ai dit, ça peut pas venir comme ça en une semaine. Il va falloir un peu plus de temps. Et voilà, on va bien se préparer, on va essayer de rectifier un maximum nos erreurs. Et Inch'Allah, ça va aller mieux par la suite. Ça a été un bon match. Il y a eu des buts, il y a eu beaucoup de jeux. Ça a été mieux que la Bolivie. On a vu que l'Afrique du Sud, ça jouait plus au foot que la Bolivie. Ils posaient le ballon, ils essayaient de jouer. Et pareil pour nous, on a essayé de jouer. Et alhamdoulilah, on a fait un match nul. Et c'était un bon stage, alhamdoulilah. Ouais, ça a été une bonne équipe d'Afrique du Sud. On sait qu'elle a fini loin la dernière CAN. Qu'on allait avoir du mal. Et ouais, comme ils l'ont prouvé, ils ont bien joué. Ils ont essayé de jouer, il y avait du jeu. Et alhamdoulilah, on a su répondre quand même présent. On a essayé de jouer aussi, pareil. Et finale 3-3. Bon résultat, on aurait préféré gagner, mais bon. Bah, en équipe, ça allait vite. Ça allait vite parce que j'ai franchi les étapes très vite. Alhamdoulilah, j'ai fait National, Ligue 2 et maintenant Ligue 1 en Hollande. Et alhamdoulilah, et maintenant équipe nationale. J'ai été récompensé par mon travail. J'ai rien lâché et voilà, alhamdoulilah. تقييمك لغيتون وحاج موسى ايضا ممكن تكلم غيتون على عليه ميدو. انا حاج موسى امس كنت متوقع منه اكثر يعني اللقاء الاول كان دخل موفق امس كان ضيع عده كرات ولكن كاول تجربه له مع المنتخب الوطني وراح تكلم الان على عده مراحل قال لك بديت ناسيونال ليغ دو الان راني في الدوري الهولندي اول تجربه في المنتخب الوطني يقدر يجي منه يعني لازم فريمون نتكلوا عليه خاصه جانا الجهه اليمنى ما كاش لاعبين بزاف كسبوا نقاط يعني في غياب رياض محرز باللومي ما شفناهش وحد بوعناني ما شفناهش يعني تبقى المنافسه في الطرابلس القادم. ما تنساش باللي البارح لعب 15 دقيقه في نهايه حاج موسى والمقابله الاولى 20 دقيقه بالضبط ماشي كافيه كما قلت انت في المقابله الاولى شفنا حاجات ملاح الامس ضيع وكي قلت انت تقدر رياض محرز على الجهه اليمنى في هذا التربص ما نقدرش نقول افتقدنا ولا ما افتقدناش ولكن ما راحتلوش مكانته يعني راح يبقى دائما في منافسه نتكلموا جانب الرياضي يبعدنا على الامور الاخرى لما نشاهدوا اربع لاعبين كانوا مستدعين في الجانب الايمن وما تمشي الاعتماد كان كمايد ولكن ما شفنا بوعناني ما شفنا باللومي يعني تقدر تشوف ممكن رياض محرز ما لعبش ما شفناش لاعب في لو ميم بروفيل كو محرز اكزاكتومون لعب في هذاك المنصب بصح بنزيا البارح شفناه في الكوتا كان في جهه اليمنى كان يجي من الجهه اليمنى يدخل لهم دوزيام اتاك مع بنجاح وبكرار ثاني في اللقاء الاول كي دخل ثاني كي ليتي شويه على الكوتي دروا مي البارح كي نشوفوا اللقاء تاع بنزيا على الجهه اليمنى دار اداء جيد بار كونتر كي نشاط لك الراي مازال ما شفنا جوار لو ميم بروفيل كو محرز افيك ان بون بي غوش اللي شفناه فرد نفسه نعم انت لم تفتقد محرز ولكن ربما يكون بنجح قد افتقد بليلي افتقد محرز افتقد سليماني بنجح ايضا لم يظهر بشكل متوهج في هذه الدوره والله غير واش راح نقول لك هو سي فري بنجح ماشي دار دو موفي ماتش مي كان كنا ننتظر منه اكثر نعم. نعم. نقدر نقول لك اسكو الضحيه تاع لو سيستيم هذا اللي يلعب به في هاد لي دو ماتش تاع ان في دمي كيما نقولوا كما كان كويري في المقابلات اللي فاتت كما كان البارح بقرار كيدخل الفونف يعني ابراهيمي حتى من ناحيه الاحصائيات فاهم من ناحيه الاحصائيات راس حربه صفر هدف صفر تمريره حاسمه ايه واش انا قلت في لقاءين يعني الحصيله سلبيه واش انا قلت لك بالك لو سيستيم دو جو اللي شفناه في هاد لي دو ماتش بالك هو اللي كان اللي ما خلاش يبان بار كونتر كي كنا نشوفوا طريقه تاع اللعب تاع الفريق الوطني كان جو سو لي كوتي كان لذلك قلت لك ربما نلعبوا عليه ونجح افتقد زملائه بليلي نعلم جيدا بانه يتفاهم جيدا مع بليلي ربما وجد نفسه مع مجموعه جديده مع لاعبين
جدد، فهذا الأمر أثر عليه بشكل سلبي، ولكن يبقى من المهاجمين الذين سيعول عليهم بيتكوفيتش أكيد. وحتى طريقة لعب المنتخب الوطني مع بيتكوفيتش أمس شاهد كنت في ملعب كان يطلب منه دائما يولي ويبحث الكرة في الأرض، كان يقول خرج تلعب، وهذا مختلف على اللعب اللي نعرفه في بونجاح. بونجاح دائما يحب كان كمحطة، كان بونجاح سان جوار أتليتيك يحب لو ديوال فيزيك ويحب هذوك لي بال اون كلوش وين يدير لي زاب وين يدير لايك، يحب لا كورس يحب يجري في يجري، ما يحبش بالو بي يديها هو نو، يحب لا بال لي يجي اون كلوش في المساحه في المساحه فوالا، وهو يديسبيوت على لا بال هذيك ويروح يديها يماركي سي سون بوين فور بالضبط، وهكذا سجل في كاس افريقيا. نعم، وفي هذا اللعب تاع البارح والبارح نشوفوا ان جو فريمون كور un jeu court, des phases de jeu, des triangles et tout, mais dès qu'on dakhlo ali al côté, mais dès qu'on dakhlo fi l'axe, il y a une diversité de jeu. لعب مبدل بزاف. Il y a une variété, ماشي une diversité, plutôt une variété. Il y a une variété de jeu. كاين une variété de jeu, كاين تنوع في اللعب. كاين تنوع كبير في اللعب، لذلك ممكن ما لقاش روحو لوي فوجيتون باش يلقى روحو ولا peut-être ما راحش يلقى روحو، سي صح الفوتبول هكذا تعرف. نعم، إلى لقطة بالرحمة. بالرحمة لم يكن جيدا ولم يكن سيئا أيضا، حاول. تفضل عمر. لا أنا بالرحمة بالعكس نشوف الدخول تاعو أمس كان لحد ما موفق، يعني خاصة كان في جهة أيت نوري، يعني كان فيه تفاهم وانسجام معه. أنا أظن بالرحمة شفنا الدخول تاعو، أكيد ما لعبش بزاف أمس من حيث المدة الزمنية، ولكن انا اظن ما كانش سيء، بالعكس عكس المقابلات اللي كان يظهر فيها لم يكن سيء ولم يكن جيد، لم يكن مثل بنزيما مثلا. الغوفيان دو بليسور اول 10 دقائق منذ الاصابه اللي تعرض لها مع نادي اولمبيك اليوم تواجدوا في التمريره، اسمح لي كانت التمريره مد القندوسي، الباس القندوسي يعني من اروع ما يكون، وقندوسي تما ضربها بالكوتبي، كان قادر لا بال كانت في سما، عطينا لقطه قندوسي نعم، كان قادر يرباطيها بالانتيريور تدخل مثلا. بون حنا دوك انا نهضروا هنا نقولوا كان قادر تما، هذا عالم واحد اخر فوق ارض الميدان. لا بالرحمه شفناها في لقاءات مع ايت نوري، وواحد الماتش اللي ولا فيه بليلي داروا كان لو كولوار هذاك لا بيان فونكسيوني. مي انا شخصيا بالرحمه شغل سي نقطه سي استفهام لحد الان، لغز كي نشوفوا كيفاش يلعب من اقوى البطولات في انجلترا، حتى في ليون وكي كان في انجلترا وحتى في ليون، البطوله الفرنسيه من البطولات اللي قويه في الجانب البدني، وكي نشوفوا في الفريق الوطني لو روندمون تاعو اون بليس كي نقارنوه بدوتر جوار، هو من اللاعبين اللي كان عنده بزاف لي شونس بارابور لدوتر جوار، عنده فرص كان عنده فرص. انا شخصيا نقطتي استفهام، على بالنا عنده بزاف لي بوان فور، مي فليك برانسيونال فرانشمون مازال ما شفنا حاجه.